السؤال الثاني متعلق ما هو التعامل مع الشخص في مجلس من المجالس ذكر عنده شخص قد أتى بمنكر عن تأويل عن اجتهاد فطعن فيه وسفه وضلل ودعا عليه. وأما المسألة الأخرى وهي المتعلقة بالطعن بالناس وسبهم في المسائل العلمية أو المسائل الاجتهادية والخلافية أو ما يسع فيها الخلاف ولم يكن في نص صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم، الواجب على المسلمين هو بيان الحق والرد على مخالف مشروع بالكتاب والسنة والإجماع، وهذا لا نزاع فيه كما بيّن ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد. ولأن الحق لا يقوم إلا ببيان الحق، ولا يعرف الباطل إذا سكت عن أهل الباطل، ولكن هناك فرقا بين بيان الحق ورد الباطل وبين الطاعن في الأشخاص وجلد الذات. فإن الطاعن في الناس لا ينصر حقا ولا يكسر باطلا، بل قد يزيد من الاحتقان، وقد يحول القضية من مسألة علمية إلى مسألة شخصية. فأنت حين ترى رجلا معظما وله أتباع وقد أخطأ وتبين هذا القول مرجوح بدليل كذا وكذا، تستطيع أن توصل الحق إلى المتعصبين له وتوصل الحق إليه ويقبل، وإذا ما قبل لا يترتب على ذلك زيادة ضرر، وأنا أعتقد أنه قد يقبل على الأقل طائفة منهم. أما إذا شرعت في الطعن فيه وأنه ضال ومنحرف وأنه غاوي والمسألة ما تحتمل هذا، فإن هذا يزيد المتكلم إصرارا وأصحابه قد يجمعون على الدفاع عنه، وتتحول المسألة من بيان حق إلى حكم شخص، فسارت المسألة مسارا آخر. وما يستحسن من شعر الشافعي رحمه الله تعالى أنه كان يقول: إذا رمت أن تحيا سليما من الأذى ودينك موفور وعرضك صين، فلا ينطقا منك اللسان بسوءة فكلك سوءات وللناس ألسن، وعيناك إن أبدت إليك معايب فصنها وقل يا عين للناس يعين. قد كان الإمام أبو داود رحمه الله تعالى يتكلم في الإمام يحيى ابن معين، فقيل له في هذا، معنى الكلام فيه لم يكن طعنا في ذاته، لم يتكلم في جرحه وفي تعديله ويوافق أحيانا ويخالف أحيانا ويتكلم في هذه الجوانب، لم يتكلم في قضية طعن في ذاته ونحو ذلك. فقيل لأبي داود تتكلم في يحيى، قال: من جر ذيول الناس جر ذيله، يعني بمعنى أنه كما أن يحيى السجازي يتحدث عن الناس فنحن نتحدث عنه مثل ما تحدث به عن الناس، فمن جر ذيول الناس جر ذيله. والواجب على المسلمين هو بيان الحق وتأليف القلوب على قدر الطاقة والبعد عن اللحن والضغائن، لأن هذا يؤدي إلى فشل المسلمين وإلى تنازعهم وتطاحنهم وإلى اشتغال ببعضهم ببعض عن عدوهم. وأما إذا كان هذا الرجل منحرفا ضالا يلبس على الناس دينهم ويضللهم أو يدعو إلى الفساد وإلى المنكرات، فإن هذا يحذر منه حماية لدين المسلمين، فإن حماية الحق أعظم من حماية الشخص، إن حماية الحق أعظم من حماية الشخص. ويراعى أيضا في هذه المسألة المصالح والمفاسد، فإنه إذا كان يترتب على هذا ضرر أكبر فإن هذا يتقى، وبقدر ما يكون الإنسان لينا هينا يقصد الله والدار الآخر ويبين الحق للناس ويرشد إلى الصواب بالألفاظ السهلة الممتنعة، فإن الناس يقبلون منه ويعتبرونه منصفا ومعتدلا، كما كان ابن تيمية يفعل وكما كان ابن القيم رحمه الله يفعل، فقد كان ينصفون الآخرين ويعدلون معهم. والله جل وعلا يقول: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى، شنآن أي بغض قوم، أي لا يحملكم بغض على الجور، فأمر الله جل وعلا بالعدل فقال اعدلوا هو أقرب للتقوى. العدل هو وضع الحق موضعه، لأن أحيانا الإنسان لعداوة للشخص يرى اللفظ يحتمل معنيين، يحمل اللفظ على خصهما ليوقعه في الفخ وكي يبدع ويضلله. القلب السليم صاحب الحق إذا رأى اللفظ يحتمل معنيين قال لعله يقصد كذا وكذا، يفتح له مجالا للقبول، لأنه ما يريد إلا الله الدار الآخرة، وما هي الفائدة بأن يزل صاحبه؟ ولذلك بالطريقة هذه إذا زل سيزل بزلة فئام، إذا أنت تبحث عن زلات الناس حتى يزل بزلة فئام، لكن لو قلت لعل قصده كذا وكذا أقبلت القلوب عليه، فلقال الله هو أقرب للتقوى، وأنت ترى الرجل العادل تحترمه النفوس وتحبه وتحترم قوله، ويعد جرحه جرحا، متى ما جرح قالوا هذا جرحه هو الجرح، لأنه ما عرف عنه الجرح والحديث عن الناس، لكن لا جرح الناس قبلت قوله. أما الذي يجرح دائما
ويتكلم في الناس دائما، الناس ما يقبلون حتى الحق في المستقبل، لأن يقول قد اعتدنا عليه، هذا دائما يتعصب في الناس، هذا حديثه عن الناس، وهذه مجالسه، وهذا كلامه، لا يجلس مجلسا إلا ويفري في الخلق. حتى أحيانا تظن بعض الناس أنه لا يفرق بين المسلم والكافر، وتستطيع أن تقول أحيانا في بعض الناس ماذا أبقيت للكفرة بطعن بالمسلمين، تقول له ماذا أبقيت للكفرة؟ ما أبقى شيئا، جعل هؤلاء مثل هؤلاء في الطعن والسب والشتم. ومن جميل المنقول عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى ما ذكره الإمام ابن القيم في مدارج السالكين، قال: قد أخبرني بعض أكابر أصحاب شيخنا، قال: يا ليتنا لأصدقائنا كما كان ابن تيمية لأعدائه. يقول الإمام ابن القيم في هذا الموضع نفسه: وقد أتيته ذات يوم مبشرا له بوفاة أكبر أعدائه، فزجرني ونهرني وقال: تبشرني بوفاة مسلم؟ فأخذ بيدي وذهب بي إلى أهله فعزاهم وشكر الجميع سعيه. وحفظ هذا الموقف لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.